حياكم الله مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأنباء من قناة الفلوجة. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. برغم العنف المفرط ووعود الإصلاح، احتجاجات العراق تتواصل وتتسع. الأمم المتحدة تدعو السياسيين لاتخاذ إجراءات حقيقية وتحذر من التسويف. بجلسة ماراثونية حتى منتصف الليل، حزمة قوانين جديدة ترى النور. علي، قصة متظاهر خرج للمطالبة بحياة كريمة، فعاد كريم العين. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله مجددا. يواصل العراقيون في العاصمة بغداد تظاهراتهم واعتصاماتهم في الأسبوع الرابع على الرغم من معاودة قوات الأمن استخدام العنف المفرط ضدهم. واستأنف المتظاهرون نشاطهم عند جسري السنك والأحرار وشارع الرشيد والمناطق القريبة، لكن القوات الأمنية شنت حملة جديدة لإبعاد المتظاهرين عن جسر الأحرار في محاولة لفتحه أمام حركة المركبات. واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة، ما أسفر عن حالات اختناق في صفوف المحتجين، ما أجبرهم على التراجع نحو ساحة الخلاني. وأكد متظاهرو ساحة التحرير أنه لا عودة حتى تحقيق المطالب، وأن جميع الإعاقات لن تمنعهم من التظاهر ولن ترهبهم أي وسائل. صعدت حالي من حال المواطن وبيدي علم عراقي، وصعدت على جسر الجمهوري. أنت أخذت الجمهور دمرت هنا. وقع العلم مني، دنقت والدلقة ما تنضرب. تعينات. احنا شنو ذنبنا هسه؟ احنا يعني بيدنا علم عراقي يتلقى وياي بسلاح. زين؟ يعني احنا شنو ذنبنا هسه؟ الشهداء احنا نفدي عمرنا كنا للوطن. وهسه وبعد حتى لو انبترت، حتى لو راحت ونرجع ونتظاهر. زين؟ نريد حل احنا. نتحمل مسؤولية. زين؟ زين؟ ما حد زين؟ والله حايرين بس بالبوق والنهب. زين؟ يعني احنا شنو ذنبنا هسه؟ من يتحمل؟ الحكومة تتحملها؟ لا والله. يعني احنا فوق المصابين ساعة بالوحدة باللي طبوا علينا المستشفى الشيخ زايد. زين؟ بالوحدة باللي شالوني شيل ونزلوني طفروني. ليش يا بنت متظاهر؟ يعني متظاهر شنو شيني؟ يعني انا بدي علم عراقي وتضربني بقنبلة؟ 4 كسور برجلي، هاي الإشاعة تحكي. 4 كسور وما اعرف شنو شي حيصير لها، ما اعرف. في محافظة ذي قار تجددت التظاهرات في ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية، حيث توافدت حشود كبيرة من المتظاهرين إلى الساحة، في حين تشهد معظم دوائر الدولة في المحافظة إضرابا عاما. وما تزال أغلب الدوائر والمؤسسات الرسمية فضلا عن المدارس مغلقة في ذي قار، بعدما دعت النقابات في مطلع هذا الأسبوع إلى إضراب عام تحت شعار ماكو وطن ماكو دوام، في محاولة للضغط بهدف تحقيق مطالب المتظاهرين. في غضون ذلك، يستمر المتظاهرون في محافظة البصرة
بالضغط على الحكومة عبر قطع الطرق المؤدية إلى الحقول والمصافي النفطية، ما أدى إلى وقف العمل فيها وبعض الموانئ في تلك المحافظة. وتجددت التظاهرات قرب الحقول النفطية في الزبير جنوبي البصرة، حيث عمد المتظاهرون إلى قطع الطرق المؤدية إلى مدينتي البرجسية والرميلة، حيث توجد أغلب الحقول النفطية فيما لم يتمكن الموظفون من الوصول إليه، كما أكدت مصادر رسمية وقف العمل في ميناء خور الزبير وأم قصر بسبب التظاهرات. هذا وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط تظاهرات حاشدة منددة بالاتفاق السياسي ورافضة للهدنة مع القوى السياسية. وندد المتظاهرون بالاتفاق السياسي الذي منح الحكومة مهلة جديدة، ورفعوا لافتات ترفض الهدنة مع القوى السياسية بأكملها، مطالبين بتغيير النظام. في الشهر الثاني على التوالي تستمر التظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث يؤكد المتظاهرون أن دعمهم ذاتي وقائم على مساندة الجميع للجميع ومستمر لحين تحقيق جميع مطالبهم. التفاصيل في هذا التقرير. اكتفاء ذاتي في ساحة التحرير وضواحيها من مواني وأغطية وأفرشة. المصدر هنا هو الشعب، فمع انخفاض درجات الحرارة ارتفع الدعم للمتظاهرين. وفروا بأنفسهم لأنفسهم جميع احتياجاتهم، وما يطلبوه الآن هو الوطن. الوطن الذي خرجوا باحثين عنه في ساحة التحرير، يبدو أنهم وجدوا ملامحه أو أوجدوها من خلال الدعم الذاتي للتظاهرات، حيث كل شيء متوفر من أجل الاستمرار حتى تحقيق المطالب. فأصحاب المواكب أكدوا أنهم باقون حتى يعود الوطن. احنا بالنسبة لنا متواجدين من يوم 25 في ساحة التحرير، وخيمتنا للدعم اللوجستي من معونة من غداء ومواد أكل وما شاكل ذلك، ومستمرين على مدى 24 ساعة ثلاث وجبات دعم لوجستي للمتظاهرين الأبطال المتواجدين في ساحة التحرير. احنا دعمنا ذاتي من عندنا، وباقين عن النصر، نريد النصر، نطلب مطالبنا بسيطة: الماء، الكهرباء. التظاهرات التي بدأت في الأول من أكتوبر ولا زالت مستمرة يراها مراقبون الفرصة الأثمن لتصحيح المسار وإنقاذ العراق من التردي في جميع المستويات وإعادة القرار السيادي العراقي لأبنائه بعد 16 عاما من الضياع. المتظاهرين الحمد لله والشكر ما محتاجين أي شيء، المفروشات كاملة والأكل كل شيء كامل، بس هسه احنا المحتاجين محتاجين وطن، ومحتاجين يعني منو يساند المتظاهرات وتتقدم بعد أكثر ونتصل إن شاء الله. احنا هسه أول شيء ما محتاجين أي شيء، كل اللي نريده أن نحس أن احنا عايشين وقاعدين بقاعنا زين، لأن ما قاعد نحس بروحنا، يعني احنا قاعدين بقاعنا بس دا نحس برواحنا احنا غربة. أبسط حقوقنا اللي واجب على كل رئيس الوزراء يوفرها ككهرباء وكمي صحي وكتعيينات ما يوفرن. هنا حيث غابت الصفات والمسميات وبقي اسم العراق، صفة للجميع تحت راية واحدة هي راية الوطن الذي يطالب به أبناؤه. لقناة الفلوجة الفضائية من بغداد، علي عبد الكريم. أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن التظاهرات الجارية في العراق كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي تجب معالجتها. عبد المهدي أوضح خلال استقباله جمعا من شيوخ عشائر المحافظات الوسطى والجنوبية أن الحكومة تعمل على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالاستجابة للمطالب المشروعة فقط. عبد المهدي أضاف أيضا أن كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق، لافتا إلى أن الحكومة مصممة على خدمة البلد وتحقيق الإصلاح المنشود. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة أن تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاك التي يتعرض لها المواطنون. رئيس الجمهورية شدد خلال استقباله في قصر السلام ببغداد رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي على العمل بما يقتضيه الواجب المهني والإنساني ضمن المعايير الدولية، مشيرا إلى أهمية متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين ونقل الحقيقة إلى الجهات المعنية.
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قال إنه سيرد على الأعداء الذين آذوا العراق بقتلهم للمتظاهرين السلميين وتسببهم بأعمال الشغب عبر أدوات الدولة والإصلاح الحقيقي. نقول للأعداء نعم لقد أعطيتم بهذه التضحيات. ألم حقيقي من سقوط شباب الأعزاء، لكن سنرد عليه وسيكون ردنا مدويا وواضحا ومحددا، لكن من خلال الدولة وأدواتها ومن خلال الدستور وفي ظل ترافق جميع أبناء الشعب العراقي. الرد الأول هو أن نحدد منهجا حقيقيا وواقعيا للإصلاح، وهذا ما تسعى لرسمه الحكومة حاليا في ظل مطالب أبناء الشعب وفي ظل توجيهات المرجعية الدينية العليا. والثانية سنتابعكم ونختص منكم، ولن نسمح لأحد أن يعبث بدماء أبنائنا. دعت الأمم المتحدة الأحزاب السياسية العراقية القابضة على السلطة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية تلبية لمطالب المتظاهرين، مؤكدة أن المعالجات الشكلية لن تفي بالغرض. وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق يونامي في بيان لها أن الممثلة الأممية الخاصة هينس بلاسخارت في اجتماعات مع السلطات جددت التأكيد على الضرورة الملحة لحماية المتظاهرين السلميين وتشخيص المفسدين المتسببين بالعنف وإنهاء الاعتقالات التعسفية، داعية إلى إجراء إصلاحات هادفة كإصلاح الإطار الانتخابي. أما الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة المحلل السياسي الدكتور طالب محمد. أهلا بك دكتور طالب. هل ما اتخذ من إجراءات حتى هذه اللحظة يعني يشير إلى أن السلطات الثلاث استخدمت صلاحياتها بسقفها الأعلى؟ شكرا لك سيدتي الكريمة. طبعا بطبيعة الحال هو العمل جاري، ربما منذ اليوم الأول هناك حزم أو عدة حزم أطلقتها الحكومة من جانب ومجلس النواب العراقي من جانب، بالإضافة إلى مساعي كثيرة وتفعيل أدوارها مثلا رئاسة الجمهورية والمؤسسات العاملة. لكن طبعا بطبيعة الحال السؤال الجوهري الذي يطرح اليوم، هل هذه أولا هذه الحزم وهذه الإصلاحات هل هي تنسجم مع متطلبات الشعب العراقي؟ هذا أولا. والأمر الثاني ما مدى عامل الثقة طبعا ما بين الجماهير وما بين تطبيق هذه الحزمات وما ينتظره أيضا من حزم جديدة. طبعا الشارع العراقي اليوم هنا يعتقد أنه الموضوعات جاءت طبعا على ان جاءت على عجل، وربما هي تحاول انه تستغل عامل الزمن في سبيل انه تعطي رسائل اطمئنان، ومن جانب اخر تستعرض هذه الانجازات اذا جاز لي التعبير امام الراي العام الداخلي والخارجي في سبيل انه تصل الى نقطه مهمه على انه الحكومه بدأت تعمل طبعا، وربما تستثمر وتستغل عامل الزمن في سبيل إصلاح ما يمكن على قدر الوقت اللي احنا طبعا نعيشه. وبالتالي هناك طبعا ما ينتظره الجماهير، لكن طبعا هو هذا تحت لكن نخلي خطوط كثيرة. هل السؤال نعود إلى هل إنه هذه الحزم هي تتساوى مع الحدث اليوم اللي نعيشه؟ يعني من جانب نقرأ أنه هناك تطلعات ورغبات جماهيرية مطلبية حقة أكدتها الدستور في 2005 الدستور العراقي، ربما تطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان، يعني بمعنى أنه يجب أن يكون من خلال المادة 64. طبعا كل هذه الموضوعات عززت أنه حاولت الكتل السياسية، لا أقول كلها بل ربما أغلبها، في طرح مبادرة جديدة قبل يومين أو ثلاث في سبيل أنه تلزم الحكومة من جانب ومجلس النواب من جانب آخر في فترة زمنية 45 يوم. وبالتالي هناك أيضا نقاط كثيرة ومتعددة لابد على الحكومة أن تنفذها ومجلس النواب أن يشرحها، ما يعادل أو يساوي حوالي 11 قانون ما بين تعديل وتشريع بالإضافة إلى قوانين أو توجهات أخرى.
نعم. طيب أيضا دكتور طالب، يعني أشرت إلى نقطتين مهمتين، الأولى تتعلق بعامل الوقت، هذا العامل يقف إلى صالح من في ظل المهلة أيضا التي تحدثنا عنها في ضوء اتفاق سياسي أخير أو مبادرة سياسية أخيرة، يعني تحدثت عن 45 يوما لإنجاز ما لم يمكن إنجازه خلال 16 سنة ماضية. أيضا فيما لو يعني هناك إنجاز، فإن عامل الثقة يعني هذا العامل مفقود بين الطبقة السياسية وبين المتظاهرين السلميين، بالتالي كيف يمكن لنا قراءة مآلات هذه التظاهرات في الفترة المقبلة؟ يعني أولا الفقرة الأولى اللي حددت بأيام، أولا طبعا تعلمين جيدا أن هناك خطاب المرجعية الرشيدة التي أكدت على نقاط ثلاث، وهو مكافحة الفساد والقضاء على المحاصصة السياسية وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية التي غاب عن تطبيقها وغابت عن الشعب العراقي لعقود طويلة. وبالتالي كل ما نتكلم عن إصلاح أو تعديل أو تغيير، أستطيع برأيي أن أقول كلها تصب تحت هذه النقاط الثلاثة اللي هو نعبر عنها المثلث الثلاثي. وبالتالي طبعا إذا يجب أن يكون المسار نحو تعديل البنية التكوينية التي تشكلت عليها العملية السياسية العراقية خلال 16 عام. وبالتالي طبعا إذا ما عدنا إلى الأسباب أو إلى الجذور، نجد أن العملية معقدة جدا، بل تكون صعبة أو محض من الخيال في تحقيق هذه الأمور. يعني كيف نعدل الدستور ومن أي مادة نبدأ؟ نعم نسمع أن هناك لجان ووضعتها، ولكن لا نعرف ما هي المواد التي يمكن أن تطرح وتعدل، ناهيك عن ربما مدى قبوليتها داخل مجلس النواب، أو ربما ما هو مصيرها أمام الاستفتاء العام أو المحافظات اثنين أو ثلاثة. وبالتالي لو تنزلنا جدلا وقلنا ربما سيكون هناك اتفاقات، وأنا على علم أن هناك مرونة في هذا الأمر، لأن الكتل السياسية كلها شعرت بخطورة الأمر، ولا بد على أن الموضوع لا يقع على الحكومة فحسب، وإنما تقع على كل العملية السياسية، بمعنى الممسكين بقوى السلطة، كل الذين يشاركون في العمل السياسي والعمل البرلماني. وبالتالي يراد أن تتضافر هذه الجهود. لكن أيضا سنعود، هل أن ما تطرحه الحكومة أو البرلمان هل أنه ينسجم؟ أنا أقول لو كانت هذه الأمور قبل 11، ربما كنا نعيش حلما من الخيال أنه هذه إطلاق هذه الحزم وبهذه السرعة والعجالة في سبيل ترميم ربما ما أفسده الدهر، ربما كان يعطي عوامل إيجابية. لكن المسألة اليوم لا يمكن العود إلى البدء، بل نتكلم عن الحاضر، وهذا الحاضر اليوم ولد عندنا جيل عراقي، جيل جديد، جيل يمتلك وعيا عاليا، جيل يحتاج إلى أنه هذه الأمور، أو بالأحرى أنه يطلب أن تكون هذه الأمور باستقلالية وموضوعية، وأنه تقدم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب على كل المصالح الحزبية والفئوية. وبالتالي ما هي القنوات التي يمكن أن تستخدمها الحكومة أو كل ممثلين سياسيين في سبيل أن نعزز عامل الثقة ما بين الجماهير وما بين هذه؟ هل يمكن بالتالي طرح الدور الأممي؟ نعم، هل بالتالي يمكن الحديث عن رعاية أممية ربما في الفترة المقبلة، يعني أو طرف ضامن بشكل أو بآخر وإن كان غير ملزم يعني ذلك الدور؟ لا، بالنتيجة طبعا هي دخلت على الخطوة، زارت الجماهير وأيضا زارت المرجعية، وبالتالي سمعت ونقلت والتقت بكل السياسيين العراقيين. وبالتالي لا ضير إن كانت تقدم ورقة أو اقتراحات، لكن أنا أقول بكل حقيقة اقتراحاتها هي ليست غريبة عن الجسم العراقي، العقول العراقية تفكر وأنتجت الكثير من الأفكار، ربما أفكار دقيقة وربما قانونية ودستورية أكثر مما طرحت. لكن بالنتيجة نبقى نقول إذا هل علينا، أقصد العملية السياسية، أن نتوجه دفعة واحدة إلى الدستور في سبيل أن نحافظ على هذا الأداء ولا نخرج عن الضوابط التي صوتنا عليها في 2005، أو سيكون خيار آخر؟ ومن هو الذي سينتج خيارا استثنائيا؟ هل الشعب سيولده أو الحكومة أو البرلمان؟ وبالتالي طبعا هذا ربما ما ننتظره في المستقبل. وبالتالي ما بين اليوم الحاضر والمستقبل هناك حراك سياسي وحراك يقابله حراك اجتماعي جماهيري. وبالتالي لا أعرف كيف ستكون الأمور في انسجام وتقبلات بين هذه الموضوعات. لكن لنكون منصفين، أنا كم هي
المقترحات أو التشريعات القوانين أو التوجيهات التي صدرت كم هي إيجابية؟ أنا أعتقد هناك نسبة كبيرة منها جيدة ومرحب فيها في المجتمع العراقي، لكن يبقى نرجع إلى السؤال، ما هي مدى جديتها وتطبيقاتها على أرض الواقع؟ نعم، توضحت الصورة. المحلل السياسي الدكتور طالب محمد، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. أكدت اللجنة المالية النيابية أن مخصصات الرئاسات الثلاث مجتمعة تمثل ما نسبته 2.7 بالألف من مجموع الميزانية العامة للبلاد. أكد رئيس اللجنة هيثم الجبوري أنه سيوفر مبالغ كبيرة للميزانية. مجموع الموازنات في الرئاسات الثلاث، البرلمان والجمهورية والوزراء، بمجموعها الاستثماري والتشغيلي بموظفيها بحماياتها، نسبتها من الموازنة 0.0027%. أنا مسؤول عن هذا الكلام، يعني هي 2.7 بالألف من الموازنة. فحقيقة ما تم تقليل اليوم هو الغرض من عنده تقليل الفوارق الاجتماعية وضغط النفقات إلى أكبر ما يمكن. حقيقة أنا ما عندي الرقم بشقد بالضبط راح يقلل، لكن حتما سيقلل مبالغ كبيرة من ضمن التخصيصات اللي كانت موجودة برئاسات الثلاث. موازنة 2020 حقيقة إلى اليوم احنا ننتظر، هنالك نقاشات في مجلس الوزراء، وأعتقد حسب ما سمعنا أن هنالك سيناريوهات اثنين يبحث أحدهم لإكمال التصويت على مسودة القانون وإرساله إن شاء الله الأسبوع القادم إلى مجلس النواب. وخلال جلستين عقدتا على التوالي، صوت مجلس النواب على قانون يلغي امتيازات جميع المسؤولين في الدولة ابتداء من منصب مدير عام وحتى رئيس الجمهورية، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون. وبحسب المجلس فإن قانون إلغاء امتيازات جميع المسؤولين في الدولة ألغى المنح المالية التي خصصت للنواب عام 2015، بالإضافة إلى منع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج للرئاسات الثلاث وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصرا. كذلك منع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. هذا ومن المفترض إلى ذلك أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات. وشهدت الجلسة التي حضرها 220 نائبا القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقدم من اللجنة القانونية. وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مفوضية الانتخابات المقدم من اللجنة القانونية أيضا. وحسب الدائرة الإعلامية للمجلس فإن المرحلة الانتقالية المنصوصة عليها في قانون إدارة الدولة الذي أنشئت بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية، وللحاجة إلى سن قانون جديد ينظم أعمال المفوضية تطبيقا.
وفي السياق ذاته صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد المجلس أن القانون سن من أجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية، بالإضافة إلى إخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية ولغرض مد صلاحية هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجهات أو الجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية. هذا وصوت مجلس النواب أيضا على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام 2014. رئاسة المجلس أكدت أن تعديل السن القانوني الوجوبي للإحالة إلى التقاعد إلى 60 عاما سيوفر أكثر من 200 ألف درجة وظيفية للعام 2020، بالإضافة إلى توفير 51 ألف درجة وظيفية في العام الذي يليه، مبينا أن القانون يهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية. بعد انتظار طويل لموقف مجلس النواب من الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون للشهر الثاني على التوالي، خاصة مع تفاقم الخلافات السياسية حولها وتضارب المواقف، عقد المجلس جلستين متتاليتين في رسالة ضمنية ربما كانت ترمي إلى أن المجلس حريص على مناقشة المطالب الشعبية ليناقش خلالهما عددا من القوانين، منها إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين بالإضافة إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع والتقاعد وغيرها. ومع استمرار التظاهرات الشعبية التي تطالب بتغيير النظام وإنهاء الفساد المستشري وإعادة الحقوق إلى الشعب ومنها الوظائف والخدمات، بالإضافة إلى حل مجلس النواب وتغيير الدستور، يحاول المجلس احتواء الأزمة من خلال سن قوانين قد تهدئ من روع الشارع المحتدم، لكن نوابا يرون أن التشريعات التي أقرت لا ترقى لمطالب الشعب وإنما هي مشاريع قوانين مؤجلة، دفع زخم الاحتجاجات إلى مناقشتها وإقرارها ليس إلا الحكومة والبرلمان يسابقان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبي مطالب المتظاهرين في محاولة منهما لإنهاء الأزمة والحد من تداعياتها، وفيما تؤكد الحكومة أن الإصلاحات لا يمكن تنفيذها في ليلة وضحاها، يؤكد المتظاهرون استمرار احتجاجاتهم واعتصاماتهم لحين تحقيق جميع المطالب. قالت نائبة إناس المقصوصي إن رئيس البرلمان يمنع في بعض الجلسات مداخلات النواب، مؤكدة أن الكثير من النواب موقفهم ضعيف داخل قبة مجلس النواب. عتبي كبير على السيد الرئيس، لا سيما حاليا الشارع العراقي هناك مظاهرات واعتصامات، والشعب العراقي ينتظر منا كنواب أن ننطلق بمطالبهم وبتصحيح ما حدث خلال 16 سنة، لكن حاليا ما حدث داخل قبة البرلمان صراحة من السيد الرئيس عندما طلبت منا أن أستوضح بعض إجراءات، لكن السيد الرئيس منعني من حتى أنا أتحدث، وقلت له سوف أخرج إلى الشارع وأبلغهم بأن السيد الرئيس لا يسمح لي حتى بمداخلة داخل قبة البرلمان. هذه أمانة على كل القنوات العراقية، خلي ينظرون شنو الموقف النواب داخل البرلمان، إحنا ما نقدر، كيف إحنا نطلع للشارع؟ علي، نعم علي متظاهر عراقي خرج للمطالبة بحياة كريمة، لكنه عاد كريم العين، وذلك بعد إصابته بشظية قنبلة صوتية خلال تفريق الاحتجاجات الشعبية. القصة الكاملة في سياق التقرير الآتي. في هذه العيادة الميدانية بساحة التحرير وسط بغداد يستذكر علي اللحظات الأولى لإصابته، طلق ناري بكثافة وانفجار قنبلة صوتية، هذا كل ما يتذكره قبل فقدانه الوعي لساعة واحدة، لكنه لم يستطع بعد ذلك سوى فتح عينه اليمنى عقب إصابته بشظية. صعدنا على الجسر نتمشى، شايلين إعلام سلمية، ما عندنا شيء، فجأة صار رمي حي وقنابل صوتية،
وقنابل مسيلة للدموع، فجأة انضربت بعيني وبيدي، فجأة وقعت على الأرض. بعد ما دريت بروح، لقيت روحي بالمستشفى فاقد. علي خرج للمطالبة بحياة كريمة، لكنه عاد كريم العين. هو أنموذج من آلاف القصص المأساوية التي رافقت الحراك الشعبي. تشير الأرقام الأولية إلى إصابة نحو 3000 شخص على الأقل بالعوق الدائم نتيجة استخدام العنف المفرط ضد المحتجين العزل إلا من المطالب. أي واحد مظاهرات دكتور قاعد يأخذوه، الاعتقالات صارت فتشي يعني عادي، يعني أنا أعرف هواي ناس هسه أنا أعرفهم، اعتقلوا من أعرف وين مكانهم، فياهو اللي يروح للمستشفى قاعد يأخذوه. حصيلة الحرب لم تكن كافية بنظر السلطات، هي تمارس أيضا على الكوادر الطبية إرهابا جراء دعمهم للاحتجاجات الشعبية. لكن كل ذلك زاد من عزيمة علي وزملائه الكثر، هم عائدون إلى ساحة التحرير وباقون كذلك حتى تحقيق مطالبهم. محزنة جدا حكاية علي. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. حاوية النفايات مكان لمعاملات المتقدمين على الوظائف في كربلاء. تضامناً مع الاحتجاجات القائمة في بغداد وعدد من المحافظات، أعلنت منظمة اليونيسف في العراق إلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي. المنظمة أكدت في بيان لها أن ذلك القرار جاء بسبب قتل وجرح الأطفال والمراهقين في العراق منذ بدء الاحتجاجات في مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي، كما أن معظم المتظاهرين في العراق هم من فئة الشباب. اليونيسف أشارت إلى حدوث حالات تعرض فيها الأطفال والرضع إلى الخطر بسبب العنف الدائري قرب المستشفيات والمدارس، مؤكدة أن الهجمات على الأبنية والمرافق التعليمية والطبية تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تعتزم وزارة التربية والتعليم إلغاء عطلة السبت والعطلة الربيعية ضمن عدد من الإجراءات لتعويض الطلبة والتلاميذ عن أيام تعطيل الدوام التي رافقت التظاهرات. وذكرت الوزارة إنها بصدد دراسة مقترح الإلغاء، كما وجهت بتكثيف الدروس التوجيهية عبر الفضائية التربوية على مدار اليوم لمختلف المراحل الدراسية من أجل إيصال المادة العلمية إلى الطلبة في منازلهم. على الرغم من الوعود التي أطلقتها الحكومتان المحلية والمركزية في كربلاء، إلا أن المتقدمين على الوظائف وجدوا معاملاتهم في حاوية النفايات. العشرات من أصحاب عقود بشائر الخير في ديالى تظاهروا احتجاجا على عدم تثبيتهم حتى الآن على الرغم من مرور 7 سنوات على عقودهم. المتظاهرون أكدوا أن ما يقارب 3000 من أصحاب العقود لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومتان المحلية والمركزية. نزاع
نزلنا للشارع لان شفنا المسؤولين ما اعطونا حقنا. صار لنا اكثر من 7 سنوات احنا مثبتين على الملاك الدائم، والعقود مالتنا بلشت من 2009 وهاي احنا 2019 ولحد الان ثبتوا. احنا كنا من اصل 20,000 متعاقد ثبتوا 17 وظلينا احنا الشريحه المظلومه 3000 متعاقد على بشائر الخير لم يتم تثبيتهم لغايه الان بعدد من الوزارات المختلفه. وعلى مدار هذه السنوات كل سنه كل 4 سنوات بالدورات الانتخابيه الحكومه تخلينا مثل ورقه بطاقه رابحه لهم، تعالوا نثبتكم وماكو اي تثبيت لغايه الان. 7 سنين احنا من سنه 2012 ثبتنا جميع بشائر الخير على الملاك الدائم، ثبتنا على الملاك الدائم ما عدا 3000 واحد، ما عدا 3000 واحد ما انشملوا بالتثبيت بدوائرهم. ومن ذاك اليوم لحد اليوم يوعدونا باستماره راح نقدم اسماءكم وغلط بالاسماء والجرد بالاسماء ويوعدونا وكله كذب كذب كذب. قال وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد إن حكومة الإقليم ستعمل ما بوسعها لتجنب حكومة بغداد الوقوع في الفراغ الدستوري. حكومة إقليم كردستان مع إجراء حوار مع المتظاهرين، لكن أصدقائنا في بغداد يواجهون مشكلة في إجراء هذا الحوار لعدم وجود ممثلين عن التظاهرات. نحن ندعو المتظاهرين إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة العراقية من أجل إجراء الانتخابات المبكرة في حال اللجوء إلى هذا الخيار، فمن دون تلك المؤسسات لا يمكن للانتخابات أن تجرى. الفراغ الإداري والدستوري ليس من مصلحة العراق، وسنعمل ما بوسعنا لمساعدة بغداد في تجنيبها الوقوع بذلك الفراغ. لا يزال غول الفساد المالي والإداري ينخر جسد الدولة منذ عام 2003 حتى الساعة، وعلى الرغم من تعاقب الحكومات فإن المتضرر الوحيد كما العادة هو الشعب. ظاهرة الفساد المالي الذي أكل جسد الدولة العراقية منذ عام 2003 وإلى الآن بضياع مئات المليارات من الدولارات، فلو صرف منها 10% لكان وضع البلاد بشكل مختلف. هذا ما أشار إليه نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد الطلباني خلال مشاركته في ملتقى الأمن والسلام الدولي في دهوك. حربة الفساد لا تأتي فقط بكشف الفاسدين، إنما تأتي أيضا بالتربية الوطنية الناجحة التي تبدأ في المدارس ثم تنتهي إلى أعلى السلطات. هذه واجب وطني يجب أن نتحداها، فبالتالي محاربة الفساد تعتبر مثل محاربة مرض السرطان، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى الجرأة ويحتاج إلى المساندة القوية من جميع الجهات سواء كانت الحكومية أو القضائية. فملفات الفساد باتت لا تعد ولا تحصى، فلم تعد تقف عند حزب أو جهة سياسية، بل تجاوز ذلك لتطال شخصيات سياسية متصدرة المشهد لتشعل احتجاجات شعبية فجرها الغضب المتراكم ليصل صداها خارج البلاد. ما حصل من انفجار وغضب هذا أنا أعتقد قليل، تأخر ربما بعض الشيء، لكنه يمتلك الآن كل مبررات القوة والتواصل لكي يعلم الحكومات والأنظمة كيف أن تفكر، كيف أن تعمل، لا أن تدخر لنفسها بجيوبها تخلي الأمور وشعب جائع. بلد واحد من أعظم بلدان العالم بالبترول وبالخيرات وبالطاقة البشرية. يبقى محاربة الفساد شعارات الحكومات المتعاقبة، فسعي الجميع بضرب الفاسدين بيد من حديد لم يصل حتى إلى يد من خشب، فهذا الغول لم يأكل سوى الشعب المظلوم. لقناة الفلوجة، بشير الحسن، أربيل. دوليا، وبسبب إقفال المحتجين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، أرجع البرلمان اللبناني عقد جلسته التي كانت في جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة
للجدل إلى موعد لم يحدده بعد. المتظاهرون تجمعوا في وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر قوى الأمن التي عمدت إلى إقفال كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، في حين اعتبر المتظاهرون تلك الخطوة إنجازا جديدا لحراكهم المستمر منذ أشهر. حقيقة اليوم في فرحة عارمة، الثوار عم بيباركوا لبعض، هذا انتصار جديد يسجل لمجموعة الانتصارات اللي حققناها لحد اليوم. هيدي رسالة للمجلس وللحكومة ولرئيس الجمهورية انه ما في شيء بلين عزيمة هيدي الثوار. القرار اتخذ بانه نحن مكملين لتنفيذ كل الخطط اللي وضعناها لنحقق كل اهداف الثورة كلهم، يعني كلهم. كل هالفترة صارنا 32 يوم على الطرقات عم نركض تنحقق مطالب لهذا الشعب اللبناني ولنا ولاولادنا. انا بدي اطلب شغله، ما بعرف اذا في حدا ممكن يطلع ويقابلنا تنشوف هل يا ترى في بهيدي الدوله اللبنانيه قطاع واحد يجي يقولوا لنا انه هو ناجح لحتى نقول والله يا جماعه في مؤامره كبيره عليهم ما عم بخلوهم ينجحوا. أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء تقارير عن انتهاكات لمبادئ ومعايير دولية متعلقة باستخدام القوة في إيران، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي بدأت يوم الجمعة واستمرت حتى هذا الأسبوع. نحن قلقون بشكل خاص من الأحداث الجارية في إيران، لأن استخدام الذخيرة الحية قد تسبب في عدد كبير من الوفيات في جميع أنحاء البلاد. السلطات الإيرانية اعترفت بوقوع بعض الوفيات، وكان من الصعب للغاية التحقق من العدد الإجمالي بسبب انقطاع الإنترنت في البلاد. وسائل الإعلام الإيرانية ومصادر أخرى أشارت إلى احتمال مقتل العشرات وإصابة العديد من الأشخاص أثناء الاحتجاجات في 8 محافظات مختلفة على الأقل، فضلا عن اعتقال 1000 محتج. التظاهرات في لبنان والعراق ترنو لأختها الوليدة حديثا في إيران، 3 دول تشهد احتجاجات على هموم متشابهة ومطالب متقاربة، لكن الأخيرة لها وقع سياسي مختلف. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. الدومينو الأخير الذي سقط في إيران بعد لبنان والعراق زاد من الضغط عليها وعلى حلفائها، فبوابتها الغربية على العالم العربي ومنه إلى الأبيض المتوسط مرورا بسوريا ولبنان باتت مهددة ليس بإغلاقها فقط، وإنما بتحولها إلى سوار يخنق اقتصادها الهش بالأساس. يقول عارفون بالوضع الإيراني إن إيران ستلجأ إلى خبرتها في قمع الاحتجاجات، وستحاول مستميتة الاعتماد على الحرس الثوري الإيراني الذي يعين جله من الأرياف لقمع الاحتجاجات التي خرجت ضد الفقر وقمع الحريات. صندوق النقد الدولي يرى بدوره أن التضخم في إيران سيصل إلى 50% في حال فرض مزيد من العقوبات الأمريكية التي ستستغل بدورها أي مؤشر على الضعف الإيراني أمام التظاهرات التي تشتعل في شوارعها وتحوله لورقة ضغط جديدة لصالح البيت الأبيض، كل ذلك من أجل الجلوس حول طاولة التفاوض دون أي شروط مسبقة. الشعبان العراقي واللبناني يريان في الانتفاضة الإيرانية مرآة تعكس مطالبهم بسقوط المتسلطين على رقابهم وعلى موارد الدولة، فمن مؤيد إلى متفائل يأمل كثيرون بأن تشغل انتفاضة طهران حكومتها عن تدخلها في المنطقة، في حين يرى آخرون أن حجر الدومينو قد يمتد ليضرب ويوجع مرة أخرى وبذات الوقت ولكن في مكان آخر. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رغم العنف المفرط ووعود الإصلاح، احتجاجات العراق تتواصل وتتسع. We'll be right back.
الأمم المتحدة تدعو السياسيين لاتخاذ إجراءات حقيقية وتحذر من التسويف. جلسة ماراثونية حتى منتصف الليل، حزمة قوانين جديدة ترى النور. علي، قصة متظاهر خرج للمطالبة بحياة كريمة فعاد كريم العين. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجدو تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام. دمتم بحفظ الله. في أمان الله.